درس شوي يعني، لأنه أنا بدي روح على بيت الجيران اللي قبالنا أجيب غراض وأرجع. ماشي انتقبروني يلا بخاطركم. أنا جاي خبرة إنه ما تقبلي راحت على المستشفى مشان تولى، وأنا صفيانة أنا وأخواتي لحالنا. معناتها اليوم فينا ناخذ راحتنا ما؟ شو؟ لا أنا بس جاي خبرك إنه مرت أبي عرفت بالقصة وعملت لي مشكلة طويلة عريضة، وقالت لي إنه بدها تحكي معك بالتليفون. وشو بدها تحكي معي؟ ما بعرف، بس أنت لازم تعطيني رقم تليفونك. شبك راشد شوفي؟ مسرة يا مسرة هاتي ديارة الولد. لك شو وين أختك؟ راحت لعند الجيران البناية اللي مواجهنا. شو راحت تساوي؟ ما بعرف. ايه راح اخشتي اللي ياخدها. لك شو بكي خايفة؟ شو صار لك؟ لك انت شو صار لك؟ بتعرف شو؟ بخاطرك انا رايحة على البيت. تعي وين رايحة؟ لك شو بقى؟ اذن بدك بعطيك مصاري شو حقك؟ لك شو عم تحكي انت ما عم بفهم عليك؟ تعي كلمة بس. لك وني بس كلمة بس كلمة. اتركني لك اتركني بس شو صار لك؟ كلبي يا ابنك كلبي واقف علي يا حبيب. واقف لأنك عيونك واقف يا كلبي يا ابن الكلب. ها يا حريمي لسه بتمشك وبرجيك وانت ايه؟ وني يا خير صغري؟ شبك؟ ليش ما اجيت؟ خير ان شاء الله والله شغلت بالنا. ما في حمد لله على السلامة ابو حسن؟ ما في مبارك ما اجاكي؟ انت بتعرفي انه مسرة عم تطلع من البيت لحتى تشوف شاب؟ لا والله. وعم تحرفي كذب كمان؟ طول بالك سهري طول بالك، المرة ولدانة جديد ما بسوال هلا بصير ما حمد نفس. تروح روحك وروحها. إذا كنتي خايفة عليها خديها معك، أنت طالعة. قولي على أمي. تعي منوشي بسرعة عشان ما أذبحك، شايفك؟ أمي حاج تبكي، حاج تبكي حرام عليكي، لك دخيلك اللي بتنزله السما بتسلق على الأرض، شو حيزلنا جوزك يعني؟ لك حاج تبكي مشان الله، شوفي هالصغيرة كيف قابل من كتر ما تفضعي حليب زعل. والله يا امي حاسه انه هالبنت الشرف علي وقت ما اجت على هالدنيا والنحس ما فارقني لا واخر طب القالب طلقت ولي على امسي خرسي وبلع لك
حرام عليكي، هاي طفلة مصحف مطوي، ما بيصير تحكي عليها هيك. بعدين جوزك من يوم يوم علي الأصل. هاتي هاتي هالصغيرة لركنها. تقبريني تقبريني يا حبيبة ستك يا حبيبة قلبي. ليكي ليكي هالوش الملايك، ليكي بسم الله بسم الله عليكي يا حبيبتي. بتعرفي لك زيان، أنا مشغول قلبي على هالولاد وعلى مسرة. ما سمعتي الجيران كيف قالوا إنه كان أبوها لحقها بالسكينة على الحارة بده يذبحها؟ لك يا ريتو ذبحها وخلصني منها، أصلاً هي سبب كل البلاي بعد لقتلها إن شاء الله. لك والله أنت وجوزك أنتوا الاثنين أجن من بعض، كتر خيرها هالبنت ما جنت هي الثانية. دخلك شو عملت يعني؟ هي أول وحدة بتحكي مع شر؟ تعي لقلك لك أمي، لازم نلاقي لنا شي زلمة يمون على جوزك يحكي معه مشان يرجعك، مو محبة فيه لا والله، بس مشان هالصغار ومشان مسرة، والله خايفة يعمل لها شي. أمي ليش هذا حدا بيمون عليه؟ أنت بتعرفيه. بعرفه. ماشي، أنا رح روح لعنده حتى لو ذبحني. ما بكفي ترك هالمسكينة بلا أواعي. وخ علي يا حبيبة ستك. أنا المسا بدي روح لعنده أحكي معه وأفهم منه شو بده يصير. إن شاء الله الله بيسره يا رب. والله يا أمي حاسة جسمي مثل النار وراسي عم يغلي غلي. ابعت لي حمى يا أمي، خايفة يصير معك حمى نفاس. لك أمي حاج تبكي حاج تبكي، إن شاء الله حاج تبكي. اللي ساعتين عم قلك لا تبكي، هلأ بروح حليباتك. نحن حقك ما معنا، منين نجيب لها حق حليباتها للصغيرة؟ والله يا عمي مو جايني اقعد بدون ولادي. يا بتروحي بتجيبيهم انت يا انا بجيبهم، ينمحق منه لبنته، والله خايفه يعمل لهم شيء. انا رح انهي الموضوع، واللي بده يصير يصير. شو حيصير يعني؟ الله لا يوفقه، طالما طلق خليه يدفع نفقة هالصغيره. اللي ما طلع بوشه الله لا يسامحه، شو حنستنى لتموت؟ أبوك بعتك اشتراك دخان؟ ايه بلا ان شاء الله بسم الهاري يشربوا. شو امي ضربكم شي حبيبي؟ لا ما ضربهم، بس ضرب اختي مسرة وحبسها بالحمام. يا علامتي ان شاء الله يبلا بكسر دياته. خدينا معي. ايه تقبرني. هلا بشوف شو بدي سوي. خليك انت هلا انا رايحة اشوفه. سهري انا جاي احكي معك كلمتين. ما بدي احكي مع حدا، شايفه كيف؟ ايه مو على كيفك. راح تروح بنتك الصبيه وانت نازل فيها قتل وضرب وحبس بالحمام، وراح تروح مرتك الثانيه اللي ما لها ولدانه يوم وبتقلي ما بدك تحكي معي. قلعي.